البلدية للحضور الكريم. قمنا اليوم بتقديم الكتاب في دار المركب الثقافي الفداء لما يعرفه هذه المنطقة العزيزة علينا فضل السلطان معقل الفداء. الكتاب يعد إعادة كتابة تاريخ حقبة معينة من الدار البيضاء هي الحقبة الاستعمارية، إذ أن كل أو جل الكتابات الكولونيالية كتدوي على الدار البيضاء بحيلة هي نشأة أو صنع من صنائع الاستعمار، في حين أن الدار البيضاء أعاد بناءها سيد محمد بن عبد الله وكانت تحتوي على جميع المرافق الضرورية وكانت منظمة تنظيما اقتصاديا وسياسيا وقانونيا، وهذا الشيء كله بينا في الكتاب ديالنا في المناظرة. أما المعمار الكولونيالي الممجد، وكان نقول الإعمار ماشي الإسكان، لأنه الأرضيكو وذلك الشيء ما كندويش عليه في الكتاب ديالي بتاتا، كندوي على التعمير الذي يمجد من طرف الكتابات الكولونيالية هو تعمير كان لصالح الأجانب القاطنين، وكان ممنوعا عن المغاربة قاطبة الذين كانوا يسموا بالزانديجان، في حين أن أحياء الهامشية ديال ديك الوقت كدر السلطان وغيره أنه خلاو المغربي يبني لا شاكلاته، ولم يكن هناك تصميم تهيئة أو تصميم بناء معقول على غرار ما كانوا يسمى بالمدينة الأوروبية. هذا اللقاء تنظم مناسبة الإصدار ديال الأستاذ شيتاشني أحمد حول مدينة الدار البيضاء، وفكرنا أننا نخليوه في شكل ديال نقاش مفتوح مع المتلقين ومع الجمهور والأصدقاء ديال الريزوم، نظرا أولا لأهمية الكتاب، وثانيا لأنه يحكي على مدينة الدار البيضاء وحنا تنتواجدوا في هذا المكان اللي هو المركب الثقافي ديال الفداء، والفداء معروفة بالحمولة ديالها الرمزية والتاريخية، ولذلك صاحب الكتاب طرح على راسه السؤال هو لماذا الدار البيضاء آلت لهذه الأوضاع ديال الخراب وديال التشوهات، لا في المعمار ولا في العلاقات بين الناس ولا، فرجع شوية للتاريخ وركز على فترة اللي هي من 1907 حتى 1956، وفيها جوج ديال الفترات، فترة ديال ما قبل الحماية وفترة ديال أثناء الحماية، وخلص الفكرة أساسية مفادها وهو أنه آن الأوان باش البيضاوي يتصالح مع تاريخه، يتصالح مع المدينة ديالو من أجل تنمية لا ديال الإنسان ولا ديال المكان. حضرت هذا النهار الأخ والصديق أحمد الشيتاشني اللي كان صديق بعدا ديال اللي كنا كندرسوا في الكلية ديال الدار البيضاء، كل واحد شد الطريق ديالو، وفاجئنا بهذا العمل الجيد اللي تناول واحد الحقبة تاريخية ديال الدار البيضاء اللي هي 1907 حتى 1956. وفعلا الكتاب انا ما درستوش، ولكن من خلال المداخله اللي قدمها للكتاب اللي كانت جد مهمه، وكانت يعني كان فيها واحد النوع ديال الحكي اللي انا خلى الناس كاملين يكونوا مشدودين للروايه ديالو، واللي من خلالها عرفنا بزاف الاشياء على الدار البيضاء، وبالاخص الدار البيضاء ديال المدينه القديمه، النشأه ديالها والساكنه ديالها. فاذا كان عند واحد المقاربه لبغينا نقولوا يعني متكامله، فيها الجانب الانثروبولوجي التاريخي السوسيولوجي الاقتصادي، يعني ان اللي كيتصنت انك يخرج بواحد الفكره يعني مستفيض على الدار البيضاء، ربما حتى حنا بيضاوه، وربما اشياء كثيره اللي ما كناش كنعرفوها. مثلا انا كنت مشدود لواحد المساله اللي كان كيقول بان واحد الوقيته ان لي زونسيان كازابلانكي ديال هذيك المنطقه هذه كلهم كان جابهم سيدي محمد بن عبد الرحمن من حاحه الى اخره. فهاد الاشياء بحال هكذا يعني كتنورك.
وكانت فيها حتى ما هو الانسان ديال الدار البيضاء. وصل هو الخلاصه بان ما كاينش دار بيضاء وحده وانما كاين دار بيضات كثيره، لان كل منطقه عندها خصوصيات ديالها، ولكن كاين شي حاجه واحد المكون اللي هو ديال البيضاوي اللي هو يعني الا بغينا نقولوا واحد ماشي خليط وانما واحد سينتيز ديال واحد المكون عربي مكون امازيغي مكون صحراوي مكون فاسي. فهذا هو اللي خرج منه، ولكن كيبقى يعني البحث يعني التاريخي كان جد جد مفيد وبدل فيه مجهود كبير، وكان هنئ على هذا العمل.